اهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده من وصفه امل. هعمل لكم النهارده سمك مشوي، سمك فيليه مشوي، بس برضو السر في التتبيله. هعمله لكم شطشط وجميل وحلو خالص، وكمان معاه مكرونه بالكاليماري والانشوجه. تمام، انا حطيت الطاسه عشان اعمل الصوص الاول، وزي ما اتفقنا بناكل برضو المكرونه على اخر لحظه. يعني احنا نعمل المكرونه نحطها على اخر لحظه، مش نحطها ونحطها في الثلاجه ونطلعها ساقعه ونسخنها تاني، لا، المكرونه ما تعملش لغايه كده. تفضلي حطها في الكيس، اول ما تعوزي تاكليها 5 دقايق هتكون معاكي مكرونه بس خلاص. يعني مش المفروض انك انت تعملي سايحيها وتحطيها وتحطيها وتطلعي. تمام، هبتدي اعمل ايه؟ الخل الاحمر، خل عنب احمر اهو، ده كمان مطهر ومتبل للسمك. تمام، وهجيبه بشويش دي بتاعتي مساكة، نحطه كده عشان يتبل. ده سمك وقار، قشر، بياض، اي فيليه. تمام كده اهو، تمام، وهنحط عليه مستردة، معلقتين مستردة، ثلاث معالق مستردة، ثوم. طبعا الثوم، السمك بيحب الثوم وبيحب الكمون برضو، بس انا مش هعمله بكمون، هعمله بقى بايه؟ الشطة والبابريكا عشان يبقى مختلف، كله في الفليفرز. ادي الشطه، بعيد عني بقى علشان ايه، عندنا شويه هوا تخشش في عيني. معلقه حلوه كده شطه، ومعلقه بابريكا. بابريكا اللي هي الشطه من مش الشطه طبعا، البودره بتاعه الفلفل الرومي الاحمر او الفلفل اللي مش حراق، ماشي؟ فهي ايه دي مع دي خلاص. وهنحط عليه بقى شويه خل تاني من الخل الابيض بس كده، تبقى التتبيله الحمد لله كده خلصت مع شويه فلفل اسود. عندك فلفل ابيض مش بيتعمل كتير، مش بنلاقيه كتير، وحاسبي برضو من الفلفل الابيض بتبقى ساعات مش فلفل ابيض خالص، هي في الريحه بتاعته لازم تكسريها. تمام، وكده نبقى عندنا التتبيله بتاعتنا، مستردة، فلفل احمر، بابريكا، والشطه والثوم اهو. يقعد بقى كده شويه مع نفسه. تمام، تروح اي قافلين عليه، تحطيه في الثلاجه، تحطيه بره شويه، ونبتدي بقى نعمل الصوص بتاعنا. ده الطاسة، عندك الطاسة هنعمل فيها الصوص، هنروح حاطين فيها زيت زيتون. اعرس الطاسة كده تخليها تتمسح زيت زيتون، هتحطي معاها شوية بصل، وشوية ثوم برضو مفري معاه كده. مش عايزه طبعا ايه البصله تتحرق، زي ما بقول لكم تملي اهو. وهنبتدي بقى نقطع على البلانشا، نقطع الكاليماري، هنشوح الكاليماري معاه ونحط الكاليماري مع الصوص عشان هيبقى مكرونه قلت لكم بعديها هنسلقها. تمام، وهنحط معاه في الاخر برضو شويه الانشوجه تدي طعم وزفاره، تدي طعم حلو. هنقطع الكاليماري، لو عندك كاليماري صغير يبقى كويس طبعا، لو ما عندكيش جيبي اللي موجود بحلقات بتاعته بس من الناحيه الثانيه، يعني تاخديها من الناحيه الثانيه. انا طبعا بقفل الحاجه بتاعتي هنا عشان لما بطلع يعني ناموسه طالعه، هاموشه طالعه، مش عايزه. هروح زي ما بقول لكم من قدام، ده هنروح مقطعين حلقات الكاليماري صغير كده. تمام، اقطع بس كده
المقص مش شغال كويس اهو، اهي نقطع كده. يعني لما تكبر قوي منك خدي واحدة تانية علشان ايه يبقى مش كبير قوي مع المكرونة. انا اخترت مكرونة بنة، هروح بس ايه نشوف الصوص. ناخد التانية. تمام كده، وناخد تالتة. ممكن انتي بقى بعد كده، يعني انا عايزة بس الشكل يعني. ها اهو الكاليماري فظيع حلو، ممكن تتفتح من هنا كده عشان يبقى صغير، متبقاش مش عايزاه كبير كده ويبقى المكرونة صغيرة والحاجة اللي بيها تبقى اكبر منها. تمام اهو شوية الكاليماري، نعمل على قد طبق مكرونة وهنروح حاطينها تتحمر مع الصوص بتاعنا بالطريقة دي. حلو قوي كده، نروح بقى داخلين بالكلمات. حلو قوي طبعا الكاليماري بيبقى معايا طبعا في الاخر خالص حبه بقدونس، ده في الاخر هنحطه عليه نقطعه حتت صغيره. اغسل ايدي بقى من الزفاره دي. هنحط معاها برضو طبعا فلفل اسود عليه، ونحط شويه نعمله، هي مش هنعمله بصوص ابيض، لا هنعمله بصوص احمر. فانا هنا جبت الطماطم، عصير طماطم تمام عشان يبقى حلو كده، وكمان تقطيعة الطماطم اللي هي في الاخر خالص عشان تحطيها كده تبقى ايه حت، يعني مش سايحه فيها، تاكليها كده مع الانشوجة يبقى التيست كده شكله كده سلطه في المكرونه، حاجه يعني كده فليفرات. ماشي طبعا ريحته تجنن الكاليماري. عايزه تحطي حبه بقيته وتحطيها وتحطيها على جنب بعد بدل المكرونه مفيش مشكله، بس هو كده شكله حلو. تمام يسخن كده 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 شويه، هبتدي بقى طبعا لازم نسخن الشوايه ونسخنها كويس قوي وندهنها بالزيت علشان هنروح عاملين عليها السمك. تمام السمك طبعا عايزه اقول لكم ان هو مش هياخد حته، فيعني ايه يا دوبك ان هو لما يخلص من اول ما بيتبل ما بياخدش، يعني بتاع 3 4 دقايق على كل ناحيه وخلاص يبقى ايه السمك استوى كده اهو. هبتدي بقى احط لما تستوي كويس قوي الكاليماري. بص هو خد الشكل بتاعه والصغير، لو هو كله الكاليماري صغنن السيبيا ده بيبقى احلى طبعا، لان هو بيبقى ايه صغنن كده في المكرونه، بس هو لو كبير مفيش مشكله، يعني حته منها كبيره ما يحصلش حاجه. هنروح حاطين عليها ايه بقى الطماطم عشان تتسبك. تمام كده اهو، حلو قوي عصير الطماطم عليه عشان يتسبك بقى ويبقى احمر وجميل، واروح رش عليها رشه الفلفل الاسود. حلوه جدا طبعا، حبه ملح، حط بقى شويه حبه ملح وندلعها بشويه بقدونس. اهو دي الملح بتاعي، انا بستعمل ملح كبير
وانا مش عايزه بقى مفروم وحاجات كده داخليه، لا هو ملح بتاعي، اروح حاطه فيه بقى حبه شطه كمان او فلفل احمر، يعني انا برضو هحط حبه صغيره شطه ماشي، وبعد كده هنقطع عليه فلفل احمر صغير. عقبال بقى طبعا تسبك كده ويبقى لها لون جميل، لازم تبقى مسبكه خالص خالص. تمام، هنروح طالعين فاصل ونرجع نكمل شوي وسلق المكرونه والشقلبه بتاعتها في الصوص. اشوفكوا تاني.